مرة تانية عند علي الحسن اللي يلعب مرة تانية عند غسلان. كونان 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 عرضية حلوة كونان. منير محمدي يتصدى لأول أهداف. تمريرة عند لويس جوستافو إلى رونالدو. رونالدو رونالدو حلوة من رونالدو لكنها مفسمة بينهم داخل منطقة الجزاء. وفيصل فجر يلعب الكرة لكن غسلان كونان يطلع باخا شوين يردها برأسه لكن يطلع الفارو. هنا لا تزال المحاولة يخطفها بوغل ويسجل الهدف الأول. سانتي كده رقص لعب الكرة لغريب اللي مرة لسلطان الغنام لعرضية عالية وتاليسكا يحاول لكن تخبط في دفاع الوحدة وطويلة في أقصى الطرف الأيمن إلى تاليسكا. تاليسكا مع الكرة تاليسكا يوسع تاليسكا يشوط يا ولد لكنها عند منير محمدي اللي بيما ياخدوا الكرة ويعملوا المرتدة لكن تاليسكا عدى كويس من وسط الزحمة عدى مع الكرة تاليسكا 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 يسدد لكنها تعتلي العرضة وإلى خارج أرضية الملعب وإلى غونزاليس. الفارو لعب واحدة حلوة 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 إلى علي الحسن حلوة حلوة يا راجل. انطلاقة المرة دي تاليسكا تاليسكا بينية حلوة 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 لسلطان الغنام. سلطان 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 لغريب واحد مع طرد عبد الله الحافظ للإنذار الثاني وعرضية غلب محمدي رجعت لغريب يا راجل يا راجل على نادي الوحدة وضربة حرة. رونالدو 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 لكنها تقلع على كونان. كونان مع الكورة غسلان غسلان لعب في اليسار عند عبد الرحمن غريب غريب شا.